شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع معالي السيد سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. وقد تم استعراض تطور العلاقات المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تنميتها والارتقاء بها بما يعزز مصالحهما ويؤدي لأمن واستقرار المنطقة ومعالجة أزماتها ويسهم في تقوية التعاون بين دولها وتحقيق تطلعات شعوبها في الرخاء والازدهار. كما تم بحث القضايا الإقليمية الدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال النقاش ناقش وزراء الخارجية مشروع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية للفترة من العام 2016 إلى 2020، حيث تشمل هذه الخطة مجالات مختلفة للتعاون، من بينها الحوار السياسي لتعزيز العلاقات السياسية والاستراتيجية المشتركة، والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار من أجل زيادة التبادل التجاري وتشجيع الحوار بين مجتمع رجال الأعمال وزيادة فرص الاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة بهدف تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعاون في مجالات البيئة والصحة والثقافة والتعليم والرياضة.